يا ابي شنو السالفه؟ امشي امشي. اقول لك خلينا نقعد هنا، خلينا نقعد هنا شوي. يلا من قلت انت ايش قد تمشي؟ ايش قد تمشي ما تقول لي؟ فريتنا المنطقه فر. صدق تعبنا. شلونك مرونك؟ شو ماكل البارحه؟ بس علاج لأمي ها قصرت له القليل وراد اللي بعد. هيك شنو ما صارت زين امك؟ والله ام حالتها تعبانه بعد، هي قدام يعني يوم عن يوم تدهور حالتها. شنو علاج التم مو جبتوه؟ والله يا اخوي انا جبته بس ما جبت العلاج كله، جبت نص وانت انا عود السلفه، عود قلت تطلع لي واجيب العلاج كله وبركه الله كفن. والله يا سجاد انا مستحي منك الصراحه. على شنو اخوي؟ اكيد انا دينتني فلوس وما رجعت لك يعني لحد الان. اخوي تحت الصديق كذي جاحنا شنو مو اخوي؟ مع الاسف عليك. فانسان ذا انسان. كم محتاج عندك علاج؟ لا يا اخوي شنو تحت الصديق كذي في دوله. يلا عندك شيء اصرف القاعة؟ لا والله ما عندي شيء. يلا خلنا نمشي. خلنا نتمرن. اقول لك سجاد قبل ما ناخذ القاعة. ودول هم يطلعوا جسيم وصلهم جالسين ومشي. انت ما لك علاقة خليها ورا يمشي. يلا. شنو مسوي لك واحد؟ والله ضلعت. شنو هسه شو نسوي؟ اول شيء خلنا نحمي، خلنا نركض. يلا تعال اركض وصعد هنا. شوف اول شيء اركض احمي جسمك. راح اصير وحش اليوم؟ ما عليك. اي هاي جسمك. حلو اليوم اسوي كسد. يلا انا اخذ خاوة. خليك تاكلهم هيك تروح توصل يوم الصبح. هو تاخذ خاوة على المنطقة. يلا لك سجاد بس ايش قد يرعد يضغط له الجسم؟ انت ما لك علاقه خليها وراي الا اسوي كسل. ايش قد نتمرن باليوم؟ تتمرن باليوم ساعه واحده تا ست ساعات. هذا ايش قد يريد فلوس؟ هذا خاف ياخذ فلوس. خايف تظل دومك تقول لي ما لك شغل فلوسك عليه اشتراكك كله عليه. شبعت؟ ألف عافية دلل. عيسى إذا بشرك بشغلة بس ألقي راح تخطب أحلى من الخطوبة. فلوس السلفة اللي قلت لك عليها طلعت لي وراح أجيب علاج لأمي. إن شاء الله تقوم بالسلامة. الله يحفظك. نطلع غير؟ يلا ماشي. أقف بس خلنا أضمهن هنا. أنا أقوم أضمهن. أضمهن هنا أحسن. أحد يشوفني. يلا قمنا. خلنا نأخذ الفلوس. على مود العصر أودي أمي للدكتور. قلت له الله والطيب من هذا المرض اللي بيها. غراضي اللاعب بيها. فلوس وين؟ والله مو ماخذتها. خلنا خابر امي نشوف وين. الو هاي ما شلونك؟ قلت شمو انت؟
شين سجال شبيك شو ضايج؟ والله يا اخويا ضايج الفلوس اللي قلت لك عليها ما لقيتها. شوف اهلك جوز اهلك ماخذينهن؟ لا والله حاجيت امي وامي تقول لي ما ماخذتهن. بعد يا هلا حاجي ما ادري. هسه انا حاير شلون بالله بفلوس العلاج ما ادري. يلا يا اخوي الله كريم لا شو اسوي؟ يلا بعد انه ما مقسومات شو اسوي خير ان شاء الله. يا بعد انا اترخص تيم لا ننتقد. يلا لعب. هاي عد ليش يجي تخبس؟ طول عمرك تظل سيدنا انا فلشهم. يلا فلش. تيدي تطلع لك لولا 15 الواحد عامل تعال الحاضر تنزلها. هسه شنو اللي ليه ال 15؟ زين الاول. حلو حلو حلو. ما تعرف تلعب. ما يعرف ما يعرف ما يعرف ما يعرف ما يعرف ما يعرف الله وحش وحش في سجاد لا عيسى والله كان عندي شغل ورجعت هنا للقاعة ما دقيت عليه من الجيش الجاوة شاكر والله عدود تدق عليك استنى عندي شغلة وياك شنو شك ما اقدر اسولفها هسه انا خلنا نطلع برا وسولفها اخوي انا استرخص بعد اعذرني ما اقدر اكمل الجيم الله يروح يا سيم والله خلنا نسولف وياك صار وياك شي شكو عيسى انا ثاق بيك شنو قصدك؟ تعرف زينك شنو قصدي عيسى وين الفلوس؟ شبيك سجاد يا فلوس؟ هسه راح اراويك فيديو وانت تعرف يا فلوس ربي انا معقوله ماخذين هنا لي مستحيل يسوونها بس هاي الشغله مال بوقه بين هذي جوانها مال بوقه والله ما ادري الله اكبر وحسان صدق هاي مو كاميرات حسان علي من صار لساعة سهل وخابوا خلنا نرجع الكاميرات يا الله ارجع الكاميرات برنامج وين خليتها هني في حضنه بس هي بيا ساعة خلنا نشوف من الوحدة الساعة الوحدة بالليل معقولة بس خلنا اسالك تفتي الموضوع غلط لا تشرح لي ولا تسولف لي انا ما راح اقول لك غير بس شغله واحده روح وعافيات تصرفهن مهنة بس حسب حسابك للدوا هن اللي تسميك ابنها مناطره من ايام تشيل لها المرض حتى تخلص منه تاردت البقت مصرفه حتى تموت ما ادري الفلوس البشر يعملنه